المستمر المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال يا أمان ننتصر سننتصر نمنو وإن طال الزمان لابد يا أمان ننتصر المستمر هما هما رمز التحرير مطمئنا يا عمر راه بنينا على واحد السيناريو ديال كما قلت للرفاق ديالي في النقابه. اذا دابا غادي نتصرفوا وكان المخزن ما كاينش في الرباط، كاين احنا وغادي نمشيو قدام الوزاره نحتجوا ونبداو الاعتصام. راه هذا الشيء اللي جايين مجهزين من اجله، وحنا عارفين خرب بلادنا وعارفين السياق وعارفين هاد الكيل بمكيالين، عارفين بان القانون ديال الحجر وديال الظروف حال الطوارئ والظروف الصحيه وكذا، عارفين بانه كيطبق غير على الحركات الاحتياجيه. ما تنساوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركه الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.